يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز قراءة القرآن من الجوال إذا كان مكتوبا بغير الرسم العثماني وكنت في مكان لا أجد فيه مصحفا وأريد أن أراجع الحفظ؟ القرآن لا يكتب بغير الرسم العثماني، لا يكتب، هذا خطأ. وإذا أردت تقرأ القرآن خذ معك مصحف، ولله الحمد المصاحف متيسرة في كل مكان. نعم.